إنه قادم. اضرب. السلام عليكم يا شباب، واهلا بكم في لعبة جديدة من يوبيسوفت حتنزل سنة 2024. وقبل ما تنزل سمحت الشركة بتجربة مغلقة للعبة لمدة 6 ساعات حتى يجربها اللاعبين ويشوفوا أجواءها ويعطوا تقييمهم. طبعا الفترة يا جماعة تمتد ل3 أيام، وآخر يوم اللي هو 18/12، وتقريبا في لحظة تنزيل هذا الفيديو الفترة انتهت، لكن حصلت فرصة وجربتها. اسم اللعبة سكول اند بونس، أو الجمجمة والعظام، وهي لعبة قراصنة، وحتلعب فيها بشخصية قرصان تشق طريقك في البحار وتكون سمعة في عالم القراصنة وتبث رعب في قلوب كل منافسيك في البحر. خلينا نجرب هذه اللعبة ونشوف أجواءها، وقبل ما نبدأ ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة، هذه الواجهة الرئيسية، خلينا نبدو البلاي ونشوفه الجيم بلاي. يلا ندخله. طيب. The dawn of capitalism, when corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. جميل جميل. Damned fog! We've lost the Exeter. Captain Rustler will have us hanged. We are meant to be his escorts. Enough. There's been a battle here. The British have passed this way. I hope that's not what remains of the Hexeter's cargo. Captain, avoid the wreck ahead. Aha, هذه سفينتنا. اوكي. وجه بالاي والدي. طيب، تمام. بعدين في هدف ولا والله هيك وخلاص نمشي يعني على العمياني. هنا في سوف المدمر يا جماعة، باين صايرة معركة هنا. فيه تقريب، فيه تزويم، فيه. وين؟ ها هادي. طيب. فاير. اوكي زوم. كويس. اوكي اوكي فهمت. جميل جميل. يا جماعة، عارف اللعبة هذه اللي عجبني فيها او اللي ممكن شدني ليها انها تشبه اللي هي اسن كريد بلاك فلاج. يا جماعة بلاك فلاج يعني من امتع الالعاب اللي ممكن لعبتها، اللي حببتني في القراصنة يعني والسفن والاستكشاف، شيء رهيب كان. اوكي، ما نجوش عكس الريح، الريح جاي بهذا الشكل. طيب اعطونا هدف، احنا فين الهدف متاعنا؟ ولا نمشوا هكذا وخلاص؟ يلا. وين؟ وينكم؟ هم عند كاركو سند ذم تو ذا ديبس. المدى مازال لين يولي بالاصفر. اوكي، هذه هي.
سفينة ضخمة يا جماعة. اجري. الله 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 هذا شنو؟ اضرب اضرب اصبر اصبر في حاجة فيها حاجة بلحم في حاجة لون بلحم ولا انا اتخيل هذا شيء اضرب قوية يا جماعة قوية يا خلاص هم يطلعوا علينا الحين ايوه واصل على شنو هذا يا اله الا الله ايوه لا 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 ايه شو صاير شو فيه اها اوه هذه مش سفينتنا هذه سفينتنا هذه مش سفينتنا تقريبا ولا سفينتنا لا 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 هذه سفينة بريطانية تقريبا اوه سلطعون اعمل لنا تحليقة بالله اوكي اها يلا شنو هذه صورة صورة تصميم الصورة اوكي الوجه يعني اوكي طيب شنو هاي شطح شطف شطح شطف شطح شطف وين الوشم وين سيف طيب هذه الشخصية يلا طيب ريدي نحن مستعدون ستارت اوكي ستارت اها مين هادو؟ اوكي
انقذوني. Freeman's luck must truly be on your side. Luck? The British and the forbidden. I blame Captain Russell for stealing us into these cursed shallows. We survived the battle, and now you arrive to help crew the dhow. Oh, okay. هتهم أنا جيني يا جماعة. On the rise, no? There's a certain yearning in your eyes. I've seen the same glint in others before. I'm sure you will steer us true to St. Anne. To reach Pirate Paradise. We must first know the way. Yeah. A logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment, our fates are revealed in layers and often from plain sight. Perhaps this will help you chart your path. Okay. عطتني كتاب مش عارف شنو فيه هذا. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sail. The wind favors the fearless. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us. يبوه يقودهم تقريبا. طيب فين نمشوا؟ اوكي. You can go even faster. Trim the sails. فهمت. اضغط على ال W مرتين تطلع السفينة بسرعة. Land ahead. Destiny's thrown us a line. We can find help to get out of this place. Okay. طيب اضغط على الاس. اها نزلنا. اهلا اهلا ويستلاند. اهلا اهلا. اوكي شين هذوما؟ هذوما الباين ايضا هم ناجين تقريبا من الحطام. شوف شوف سكرانين. اوكي شنو هذا؟ اوكي يستطيع انه يطهو. طيب هذا باين كلهم كانوا قراصنة موجودين على السفينة. طيب نجول هذا تالك. I told Captain Rassler the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog, but also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your quarters, like the filthy bilge rat you are. جبان؟ دي وين جبان يا راجل؟ 50 سفينة. هذا طبعا مسمينا أو يطلق عليه سيد الشحن في إكستر، رئيس القراصنة. طيب هنا نقول له لقد حاربت الأسطول البريطاني ونجوت. والله نقول له لقد قمت بتوجيه إكستر إلى الشعاب المرجانية ليس أنا. أوكي لقد حاربت الأسطول البريطاني ونجوت. إيه. And what good are your foolhardy ways if they have left us stranded upon these shallows? You wish to reach St. Anne? Of course you do. And so do the rest of this drunken lot sprawled upon their asses. But if we return to the kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles if he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Scaleock's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to Pirate Paradise. طيب شن طالب منه؟ قال هنا بيعطيه مهمة. قال له فقدت بضائع سكورلوك المهربة في المياه المحيطة بعد تحطم السفينة إكستر. استرجع البضائع المهربة الخاصة ب كينج بين لتتاجر بها. طيب شن هي البضائع هذه؟ مش عارف سمك مش عارف شني. نقول له ديل. طيب ف
فين المهمة يا جماعة؟ فين المهمة؟ فين المهمة؟ هناك هناك 290 متر. طيب اف نركب في السفينة صح؟ نعم فننطلق. Wouldn't trust the officer to guide a fish in open seas. But if the bugger knows the way to St. Anne, we need to get Skurlock's cargo. I do not want to die today! قال لك ما نبيش نموت اليوم. عيني عليك. ترى وين السبلايز؟ هيا يا جماعة هذه هم السبلايز هذه هم. هذا المهمة اللي يبينا ان نلقطه به. لا. فيها قرش. بينا لازم نهزمها. ضرب. وي 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 امشي. تعال 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 ريتو فمه ريتو فمه كيف هذه خيرة تحكمها صعب. فل المخزون يا جماعه شكله تعبى. اوكي ما عادش نقدر نرفع اكثر. طيب طيب ايش نعمل يعني؟ Get them for us. انزل انزل. صفقة القراصنة استرجع بضائع. اوكي انجرفت الشحنة شمال حطام اكستر. الحصول على اسلحة نارية متفجرة حصلنا 12 من 6. تسليم الاسلحة النارية المتفجرة. اوكي تسليم اكتساب الرم الفخم حصلنا 12 من 6 تسليم الرم الفخم. اوكي اوكي هذه مهام مع بعضها يعني استلام وتسليم يعني. اوكي تعال تالك. You wish the way to Saint Anne. Get نعم. Skellock's cargo. طيب عطيه نعطوه ال. Thanks for the goods. جميل. Skellock may well spare my head, but I cannot say the same for you. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own way to Saint Anne, chum sniffer. I don't owe you a sliver up your ass, especially when mine's on the line. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Now fuck off, bilge rat. تبا لك أيها اللورد السلوق الإمعة سأريك. طيب كومبليت. طيب جميل شنو نعمله حاليا؟ ريتورن تو يور. نرجع القارب شوية بس. شنو الطاولة هذا؟ ايه. اوكي. هذا نستطيع ان يعني نطبخ الاكلات و طيب. يمكن استخدام نيران المخيمات او اواني الطبخ لطهي الطعام، تناول الطعام المشوي، تناول الطعام المشوي يعطي دفعة فورية لقدرة الطاقم على التحمل، يمنح الطعام المطبوخ تجديدا للقدرة على التحمل وحتى قوات فريدين. طيب. شنو عندنا احنا؟ عندنا هنا طعام نتاع سمك القرش يقول لك يزيد القدرة على التحمل بنسبة 20%. طيب وهنا طعام السمك. طبعا السمك هذا ما عندناش تقريبا صح؟ اكسبت نقوم بالطهي. يلا. اوكي. قمنا بطهي اللي هو القرش. طيب شنو هذه زد؟ نرجع للسفينة مباشرة. اوكي. If the bastard says wrestler might have the map to see. اوكي كنترول ليفت. هذه
هذا هو اللحم صح؟ لا مش لحم. وين الطعام؟ الطعام فين؟ مين هذا؟ تفاعل مع الحيوانات الأليفة قال لك هنا. حيوانات أليفة فيه، اوكي كويس. نستطيع ان نصلح القارب. تقريبا نستطيع ان نصلح القارب يا جماعة اذا صلى دمج صح؟ Saint Anne's horizon might hold the sunrise I've been yearning for. Better hope the pirates don't stab you in the back first. يلا يلا. هذه المهمة. طيب اف وات شنو هذا؟ قال لك هنا الانقاذ. عند انقاذ حطام السفن تقدم خطوة من خلال استهداف الجزء الملون والضغط، يؤدي الهبوط في المنطقة الخضراء الى الحصول على نتائج مثالية، بينما يعطي اللون الاصفر نتائج اقل. سيؤدي الفشل في 3 محاولات الى التخلي عن عملية الانقاذ. اه طيب يعني شنو هذا؟ يعني اه اوكي قفل قفل قفل. اه لغز اللغز او قفل. اوكي فهمت. اضغط حرف الاس. اوكي فهمت. ايزي. طيب فين دخلنا حاليا؟ اين دخلنا حاليا ترى؟ شوفوها شنو اعطانا هنا. افاق جديدة، ابحث في حطام اكستر للحصول على معلومات حول كيفية الوصول الى سانت آن. حدد موقع الكابتن رازلير تقريبا للعثور على الطريق الى سانت آن. كويس. اوه شنو هذا؟ ليش 200 هذا؟ اه نحن موجودين في الحطام اصلا، نحن في حطام السفينة يا جماعة. طيب ريد شنو ريد؟ هذه شنو؟ هذا ماذا؟ هذا ما هذا يا هذا؟ صعود القراصنة. الحاكم الغرفة انطلق من فرنسا إعلان جلالته لقمع القراصنة بسبب الزيادة المثيرة للقلق في عملية الافتراس على السفن التجارية. كويس. القصة كلها أنهم القوات البريطانية والفرنسية بتقمع القراصنة اللي زاد عددهم أو تأثيرهم في على السواحل الأفريقية. طبعا هذه يا جماعة كان مش غلط، يعني القراصنة تقريبا هي في أيام الدولة العثمانية. أوكي هذه مدافع. أوكي شنو نعمل هنا ترى؟ أوكي فوق هذا. هنا اف اوه هذا الكابتن قلت لنا بقطع من الخشب منظار. اوكي رسالة جميل. سانت آن هذا المكان بتاعها صح؟ اوكي هذا المكان اللي حنمشوا له تقريبا يعني. هذا هو قبطان السفينة اللي كان يلعن فيه اللي هو ذاك المشرف ولا شو يسموه فيه. يلا غبي. طيب المدفعية هذه شنو وضعها؟ ترى؟ ها؟ نعم. اوكي اه صوب اوكي ترى نشوف هذيك البعيده مزال ضروري اعرف شوي. نعم انا اشوف هذيك اللي غادي. لا مزال. احسن هلو ترى هذا يجيبوه. هه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 
قصدي شنو المهمة هنا؟ تدريبية وخلاص، ما فيش أي شيء ثاني. طيب طيب نزيد نزيدنا من التدريبات، خلينا نمشي مهمتنا توا. تعال بس ما فيش جري، ما فيش سرعة هيك وخلاص، نمشي وخلاص تك 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 تك. ولا لأني حفيان يعني ما يقدرش يجري، رجليه تعور والله كيف. طيب اف اكسد اوكي. Freeman's luck indeed. You found a way to Saint Anne and a letter bearing Scurlock's mark. The kingpin will surely want to know what happened to his cargo. Or Jones Carl will have three shots from a flintlock wizard for our heads. Or just yours, friend. What's a pirate's life without a little peril and mischief, eh? With the cargo from the Exeter lost, Scurlock will need a daring rogue like yourself to procure new goods for his pirate empire. And so far, your fortune has steered us through. I'm glad we pulled your corpse from the sea, friend. Vassler is dead, and with him, all prior obligations or duties. You are free to make your own luck now, Captain. Captain, is it? As long as you don't tear us into the blasted rocks. مش عاجبك ها؟ أصبح الكابتن طبعا، بما أن الكابتن هذا قتل أوكي. هوينا مهمة يعين عليك. أعرف حاجة بس أصبر شوي، تصليح في حاجة تصلح. أي والله لا تصلح. أي صحيح، جميل جميل. Onwards to Saint Anne, Captain. Make way. Okay. يا سلام. بينتقلوا حاليا من المنطقة هذه. يوبيسوفت. Okay. شوف المناطق. جيم. أوه حيتان. الله 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 الله، شنو هذا؟ سفن ضخمة يا جماعة. الله الله، مجتمع كامل يا جماعة من القراصنة عايشين حياتهم يعني في الجزر، متخفيين على الأساطيل البريطانية والفرنسية. باريس جماجم وعظام. اوكي ايوه وصلنا لميناء او مرفأ مش عارف شنو نظامه. Smell that salt, spice and sin, Captain. The Indian Ocean holds many secrets and mysteries. The smuggling den of Saint Anne is one of its hidden gems. المحيط الهندي صح؟ Whatever a pirate needs, this place has it in stock. Saint Anne is where we turn our luck into fortune, friend. Scurlock can get us started. That letter is proof you're a pirate worth a lick of salt. Hey, don't look at me. You're the best pirate to win Scurlock over. Me? I had my shot in the past. We don't need Scurlock's loyalty to gain infamy and influence. Only his connections. A proper ship would be a start, unless you want to keep cozying up on your dhow. I'll stay by the ship while you tread shore. Pay no mind to the bottom feeders, Captain. Remember, we answer only to the winds of fate. Bye. This one isn't gonna make it. The little twig will snap within days. Days? That carcass is just about falling apart. And
reeks of wildness. أوب 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 أوب. تدفن على من يا وغد؟ طيب طيب طيب. يحاول يحطوك في 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 وضع التحدي يا جماعة، يعني حاليا شخصية كأنها شخصية مجهولة نكرة، لكن انت طبعا بالمثابرة باللعب وبالتحاول تثبت نفسك كقرصان خطير، يعني قرصان لا يشق له غبار. هذه الفكرة من الوضع هذا، من هذه اللقطة اللي حاليا شفناها، يحطوك في وضع التحدي، لازم تثبت نفسك. طيب هنا شن عطينا يا جماعة من مهام؟ شن هي المهمة اللي حاليا مفروض نعملوها؟ هنا عطينا يا جماعة، قال موعد مع السلطة، قم بتسليم الرسالة وإبلاغ جون سكورلوك بمصير إكستر. إكستر اللي هو تقريبا اللي هو قبطان السفينة، سفينة القراصنة اللي دمرت اللي لقيناه مقتول. طيب وين بنلقوه هذا سكورلوك؟ هنا. اهلا، هذا شنو الراس؟ اها، عارفين ان هذا ناجي من السفينه اللي تدمرت، سفينه القراصنه. We'll never show your ugly mug again. You useless git. سكورلوك هذا شنو؟ زعيم القراصنة. The British wrecked my ship, sank my cargo, but shut you out. Hope you're not worthless. I really needed those goods. You see, this port rises on Julian's patronage. That merchant's so rich he pisses liquid gold. All I receive is a letter. That wipes his ass to smear my face. I send a full haul of goods and his demands triple. I need more captains. يريد إلى مزيد من القباطنة. أوكي. شنو نعطوه هنا من إجابة؟ قال له هنا عندك خيارات. قولوا له يمكنني أن أسرق التجار لأحصل لك على تلك البضائع. الخيار الثاني يمكنني التجارة في طريقي إلى كمية من تلك البضائع. شو رأيكم؟ سرقة أو تجارة؟ والله أنا نقول سرقة، ممكن فيها أكشن، فيها متعة، فيها ممكن هذا شيء كويس، والتجارة أيضا كويسة هي، لكن السرقة مش عارف هل هي لها دور يعني في تكوين الشخصية. خلينا نختار السرقة. A proper pirate, I see. Well, you need a keen eye for prizes and a lot more guns. Cully, I saw that little tub you washed up in. It's halfway to Flotsam. You've got spirits, but you're not ready yet. You want to get out of those rags and into a real ship, then build your reputation and earn the people's respect. Good things will follow. لازم تبني سمعة يا جماعة. And I can make you the most infamous pirate in all the seas. باش تحصل مكانتك في مجتمع القراصنة. We'll see each other soon. Okay. طيب. شنو قال هنا؟ قال لك هنا يتتبع مكانتك وتأثيرك داخل مجتمع القراصنة، ستصبح الخدمات والعقود الجديدة متاحة عندما ترفع مستوى العار لديك. العار، كلما كان التحدي أصعب كلما زاد العار الذي ستكتسبه. يعني رابطين إن سمعة القراصنة يعني بالسرقة والسفك الدماء، هي هذه اللي يزيد يرفع من شانك بيناتهم، يعني تقريبا هذا المقصود تقريبا. أوكي. هنا هذا هو هذه الشهرة الخاصة او العار. اوكي هنا يا جماعة مستوى متاعة صفر، يقول لك منبوذ، انت منبوذ في مجتمع القراصنة. طيب
ماشي المطلوب يعني حاليا. هل حنقوم ب مثلا ببناء سفينه باخذ مهمه شنو نعمل ترى؟ قال لك قم ببناء اسطولك بمساعده مجتمع القراصنه في سانت آن، تحدث الى صانع السفن. اوكي طيب، صانع السفن هذا هو. فينك؟ هذا هو. تعال يا صانع السفن، حولوا يا هذوما. هذوما جماعه اونلاين، ما نقدرش نضرب صح ولا نقدر؟ ما نقدرش نضرب يا صانع السفن. تالك. So you're the kelp that washed ashore from the wreck of the Exeter. Skellock may see potential in you. سمعة سابقات هذا الشخصية تاعتنا. سمعة العار. Tell me, what does the pirate king see in someone as ragged as yourself? صانع السفن هذا قال له شنو الهدف؟ قال له شنو الهدف من بناء اسطولك يعني وبناء سفينتك وشنو الهدف؟ شنو تهدف؟ شنو طموحك؟ قال له اهدف هنا في خيارين، قال له اهدف الى حكم البحار يوما ما. الخيار الثاني انا مصمم على اثبات قيمتي. اثبات القيمة ما هيش هدف كبير، هاي تستطيع انك تثبت قيمتك في اي وقت، سهلة جدا جدا جدا، اسهل من السهولة. لكن انك تحكم البحار، هذه تبيلها عزيمة، هذا هدف ضخم. هذا حتى هذا الرئيس القراصنة الموجود حاليا مرات ما يقدرش يحقق هذا الهدف. طيب نقول له لا نقول له أهدف إلى حكم البحار يوما ما. And why would others sail with a captain with one leaky boat to their name? But if you prove your worth, even the waves will bend to your will. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skellock's warm embrace. Ha! Saint Anne would sooner slit your throat than be called you paradise. I can build you the mightiest ship in the Indian Ocean, like I did for Skellock with his Margareta. But how you steer it into the waves is up to you, Captain. طيب قال لك هنا وكر القراصنة، لا يمكن للقبطان أن يذهب بعيدا دون الأدوات المناسبة للإبحار في البحار بحثا عن فرصة أو بحثا عن الفرص. اصنع أدوات الكابتن لجمع المواد اللازمة لسفينتك الأولى. اوكي نقول له ديل. A pirate steers their own ship, but how it fares in a monsoon depends on its maker. Visit my friend Zane, the carpenter, and he will help you craft the tools needed for harvesting shipbuilding materials. اوكي. Hurry before your ship sails. قال له شوف احد الاشخاص يساعدك في الادوات المناسبة لصناعة سفينة. طيب شنو هنا قال لك؟ أدوات التجارة، أدوات الكابتن الحرفية في النجارة. أوكي. ترى نشوفوا هذا. تالك. Ujambo, you have been floating on a splinter of luck so far. To carve a reputation here, you must get your hands bloody. It's the pirate's way. عنده هنا فيه واحدة من الخيارات، قال أنا مستعد لسفك الدماء، والخيار الثاني يقول أريد أن أكون قرصانا سيء السمعة لسفك الدماء. You are eager. I like it. Yeah. But be careful. The blood you spill is not your own. We can help each other. You bring me quality materials and I'll make you the best tools on the Red Isle. That way, both our names will grow. شنو عطينا هنا؟ صياغة. We can make a masterpiece. اسكت. صياغة عناصر جديدة، البيع والشراء. في بيع وشراء. نقول له اوكي نقول له صياغة عناصر جديدة. لوكيشن عندنا فأس، منشار، ومنجل. ترى فأس نصنع فأس. جميل. منشار، منجل. جميل كويس، صنعنا الأدوات. شنو نعمل الآن؟ اجمع المواد اللازمة للصناعة لصانع السفن لبناء سفينتك الأولى. تحقق من خريطتك لتحديد الموارد. جميل. طيب ترى هذه الموارد هنا وهنا، هذه هنا. طيب
جميل، هذه واحدة نقدر نحددوا عليهم صح؟ جميل. طيب هذه تقريبا خشب هذه يا جماعة. اوكي خلينا نمشوا لسفينتنا. احنا سفينتنا فين؟ يلا يلا. هاي سفينة، هذه سفينة يوري لك كيف تدير. هذا المخزون بتاعها الخاص بها. اوكي جميل. اوكي تغير السفينة. ما فيش، ما عندنا سفينة. يعني يبدأ عندك اسطول من السفن تتغير بيناتهم على حسب الحاجة. ريبير. اوكي. نمشوا فيها هاي السفينة. يا عيني عليك. طيب. هذا هو الهدف يا جماعة اللي نشوله. اللي هو خشب تقريبا. انطلق انطلق. يحتاج 8 من الموارد المطلوبة هذه. تقريبا خشب يا جماعة. أو جذوع أشجار ومش عارف. أوبا أوبا أوبا. خفض شوي خفض. راحتك. ايوه. Storm clouds on the horizon. There be bountiful wrecks to plunder. ها؟ شو صار؟ Captain, we can use that wood. All hands on deck to your battle station. شنو هذا؟ شنو هذا؟ تمساح. اوكي. اصبر اصبر. اف. شنو اف؟ اف. ننزل. ننزل. اوكي. ايوه فهمت. معقولة تجيب الموارد من السفينة نفسها؟ أنا حسابه ينزل ويقوم بقطع الأخشاب. غريب والله. شو الأصوات هذه؟ أشباح ولا شنو؟ جمعنا الأخشاب المطلوبة يا جماعة لصناعة سفينة. سفينة جديدة. تسليم الى اكاسي. هذا اكاسي. تعال يا اكاسي. If Skerlock vouches for you, then we can do business. نعم لقد جبت الموارد. I was worried you would not make it back. Continue like this, mate, and fortune will surely come your way. طيب. You are one step closer to securing your own vessel. طيب. Thank you. Come back. كيف؟ Complete. اوكي معدل العار يا جماعة 150 رقاء. طيب شو نديره حاليا؟ تحدث الى صانع السفن. هذا صانع السفن تحدثنا معه المرة الاولى خير ما. Do you have business for me? What? شو نبي؟ هل ما زال يحتاج موارد تاني؟ My father died when I was a boy, so I became an apprentice. سفينة صالحة للابحار لا يوجد قبطان يستحق شني ملحه بدون سفينة يسميها خاصة به. اصنع سفينتك الأولى لتبدأ عمليات الافتراس في البحار. اوكي نقول له اوكي ديل. You have come many leagues since searching for scraps on the coast. If you have the silver, I will gladly sell you designs stolen from mercantile docks. With the right materials, you can build a ship to rival their best. سيلفر يعني فضة يحتاج. Men of war have over 100 guns. Incredible ships. اوكي يا جماعة اصبر شوي. ها محتاجة السفينة هذه شنو يحتاجة؟ محتاجة ايرون. طيب هذا وين نلقوهم ان شاء الله؟ Come back again. الموارد هذا موجودات هنا. هذا الايرون يا جماعة هذا الايرون. ها هذا الايرون شوف موجود هنا. يلا ننطلق نشوفوا الايرون قبل. وجودي مانيش عارف شنو هو والله. سفن هذه يا جماعة شوف مكتر من السفن.
قال لك ليفينج سيف زون، يعني حاليا احنا اي حد يستطيع ان يستهدفنا. سيلز ان ذا ديستنس اباف ستاربورد. هنا هو اوكي. اه هالمرة الفاس. اوكي جميل. We've more than we can carry. وهذا يا جماعة مكان المورد الثاني اللي هو الجوتي. الجوتي اللي هو تقريبا يا جماعة يعني فلاكس او قصب، هم شيء نباتي يعني من النباتات يدخل في صناعة السفن. طيب نشوفوا مكان بالضبط فينه. اوكي نضغط على حرف الاف. اوكي نظام قطع ايضا نفس المنشار، لكن هالمرة منجد يعني مثل الحصاد، كأنك تحمل بالحصاد. جميل جميل كويس كويس. طيب كم حصلنا؟ هذا هو 11. احنا يبو مين قداش تقريبا؟ ايه بس يبو منا 20. 20 يا شيخ. ايوه. لا 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 لا، هذه قراصنة، قراصنة يتحاربون يا جماعة. انطلق، اهرب 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 اهرب، عن يستهدفونا اهرب. ورجعنا يا جماعة لسانت آن او المرفأ الخاص بسانت آن بعد ما وفرنا جميع المواد المطلوبة لصناعة السفينة. تمام يلا بينا يلا بينا لصناعة السفينة، هيا بينا يلا صديق. هاي Do you have business for me? نعم نعم نعم، تعال تعال. وين هذه هي اصلا يا عيني فيك؟ هذه هي. Life at sea is miserable. طيب سفينة صغيرة تعتبر. يلا مين يا اوه الله 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 الله. هي جميل يا عيني عليك. بيدار كومبليت. جميل. قال لك هل تختار اللي هي شنو اسمها بدار؟ ايه بدار كسفينة جديدة. يقول لك نقل جميع البضائع إلى سفينة جديدة، نقل جميع البضائع إلى المستودع، لا تغير السفينة. المستودع؟ أي مستودع؟ دقيقة بس، هل عندنا مستودع يا جماعة احنا؟ ها؟ Look at that. A ship to call your own and a shoreline calling to good fortunes. Speak to Thomas the blacksmith next. Unless you plan on ramming your vessel into the next company boat. He will build you cannons to sink your enemies instead. اوكي قال اذهب الى توماس ليصنع لك مدافع لهذه السفينه. اوكي شنو بتسلح لنا السفينه ولا لا؟ I normally wouldn't give a nobody like you the steam off my piss on a good day. But I saw your ship's got nothing sticking out of her gun ports. هنا بيقول له شني؟ بيقول له منقولوا له سأدفع أي ثمن لتسليح سفينتي، والخيار الثاني من الأفضل أن تستحق مدافعك وقتي. والله ماني عارف. أوكي أوكي يقول له سأدفع. Hungry little gubby aren't you? Be careful you don't nibble on company bait. They'll gut you from stern to bow. The extra crash has left us short on supplies. The company knows this, so they're squeezing us tighter. Bring me supplies and I'll build you weapons to skewer those frogs. طيب قال لك جيب لي السبلايز يعني الموارد باش نستطيع ان نسلح لك سفينتك. الأسلحة والبنادق، الأعداء والفرائس على حد سواء لا يخضعون إلا للبارود واللهيب أو اللهب. اصنع المدافع والذخيرة لسفينتك الأولى. شنو يحتاج؟ والله ماني عارف، شيء أشياء كثيرة الصراحة يحتاج. تو نشوفوها، تو نبحثوا عليها.
نقول له اوكي ديل متفقين. You can take a boy out of the company, you need to have teeth. Right now you're toothless. You need provisions. You have to get them yourself. Now, get cracking, mate. كويس. اصبر شوي ترى سيل اند باي شنو نقدر نستطيع نشرو منه هذا؟ اوه مخططات لمدافع يا جماعة شوف. طيب يا جماعة. نجيبوا له الموارد، لكن أول شيء يا جماعة اصبر شوية، ال الوير هاوس اللي هو مخزن ان نخزنوا فيه في بضايعنا وين؟ هذا هو. هذا هو الوير هاوس يا جماعة، هذا هو المكان اللي نخزنوا فيه البضايع اللي خزنت فيه بضايع اللي جمعناها. You're one of the survivors from the shipwreck. Your situation must have improved if you're here for storage space. Okay. Like a hard-working ant, you can never be too organized. هذا الوير هاوس ها شوفه. هذه البضايع اللي كانت عندي. خلينا نرجعوا هذا أكل. تمام هذا نحتاجه طيب. جميل. عرفنا الوير هاوس كويس. تو خلينا نذهب الى سفينتنا يا جماعة. هذه سفينتنا شوفوها. يا سلام يا سلام. هذه سفينتنا. اصبر شوي. اصبر. في تعديلات تقريبا يا جماعة. نستطيع نضع عليها مثلا صور حاجات شعارات. شوية بس مانجر. اوكي. ايوه. بالضبط. شوفها. فيها الوان. واشكال. شوف. اوه. شن تاني. طيب. جميل. لكن هذا كله يا جماعة عنده ثمن بالسيلفر شوف. احنا كم عندنا؟ عندنا 1050 سيلفر. ده فضة. طيب. شني هذا؟ اوه. ديم. قوي والله. هذه ممكن فائدتها في لما في التصادم مع السفن الثانية. وهذه الرسمات هذه تقريبا ممكن نلقوها في بعض المهمات. الله اعلم. ممكن. اوه اصبر ما زال. ايه. تضع لافتة تكتب فيها حتى الاسم تقريبا. اوكي الدفة. شنو هذا؟ بوصلة صح؟ تقريبا ايه بوصلة. جميل والله. وهذا هو البحارة. تغير اللباس خاص بهم. ممكن ايه صح. شنو هذا؟ حيوان اليف. اوه. شنو اسمه هذا؟ قرد مدغشقر تقريبا صح؟ نعم قرد مدغشقر. الله اوكي يا جماعة. ها هو نستطيع نغيره. علامة القراصنة هذه افضلهم. هذه افضلهم. شكلها جميل والله. كويس. اهلا. يا عيني عليك. الله شوفوا الهيبة. لكن مش مسلحة السفينة. السفينة مش مسلحة حاليا. حنا نبحث على الموارد لصناعة الأسلحة ولتركيب المدافع عليها. طيب هذه المدفعية. اعطيني المدفعية. هذه المدفعية شوف. يحتاج الى ايرون وسيلفر. طيب هذا موجود عندنا. موجود عندنا. يبي 70 سيلفر و6 من الايرون. يجي بس خلينا نزيد نسأل عليه الدخل. يا بلاك سميث شنو وضعك؟ مدفع. اوكي. ايه موجود عندنا ريتو يقدر يصنع.
أصلا أصلا أحسن بعد. هلا والله يا عيني عليك. أهلا يا حبيب. يصنع 3 مدافع، يعني كل مدفع بياخذ علينا 6 ايرون و70. طيب سيلكت كويس كرافت. هذا الثاني جميل. سيلكت كرافت يا عيني عليك. هذا الثاني. طيب طيب قذائف المدفعيه هذه تقريبا صح. نعم هذه تحتاج الى 2 من صفائح الفولاذ او الحديد. طيب كم فلنا نسمع واحدة. يعطيك هنا يقول لك كم تبي واحدة. ترى 3 ما من يعرف كم. وبوبوبوبو 500 500 قذيفة. روب اوكي جميل 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 كومبليت. حصلنا تقريبا يا جماعة حبال، مش عارف الحبال هذه فاش تستخدم. هذا شين قال لك هنا. هنا هذا على ما اعتقد قام بإعطائنا مهمة. وكر القراصنة اول دماء في سفن تتعدى على المنطقة المحيطة بسانت آن. كويس المهمة هذه إذا نجحنا فيها بيعطينا 600 من الفضة، وبيعطينا 200 اللي هي من العار. طيب البديل. You got your deck scrubbed, cannon swabbed, and your loins girded. Good. It's time you rumbled with the company ships. The cocky pricks keep helping themselves to my iron. Blast them to bits. جميل. يقول لك قم بتسليح سفينتك بالمدفعية المصنوعة حديثا. قم بتجهيز سفينتك بالأسلحة والمعدات في الرصيف قبل الإبحار. اللي هو اللي نضغطه على الزد. طيب. نعم. هذه زي ما تشوفوا اللي يوضع المدافع. اللي هي هذه. نعم مدفعية وبن. وبن. فهنا قال لك فين حتضعها ان شاء الله. في مدفعين في الامام. وفي الجنب. اوكي. اول شيء خلينا نعمل جنب. يا عيني عليك. الجنب الثاني. يا عيني عليك. الجنب الثالث. الامام للامام. الله عليك. كويس. ممتاز. هذه المدفعية ركبناها يا جماعة. الدمج يعني مش قوي جدا. الريلود. الرنج اللي هي المدى. يعني معقول شوي يعني نقولش يعني شيء كبير جدا. هنا مش عشان هي يعني. هذه ارو. هذه شيني بالضبط ما فهمتهاش. هذه شيني هذه حبال شيني. هذه خزانة الحبل يزيد التسارع الى 300% عند تنشيط الزخرفة عند القدرة الكاملة على التحمل، ويتم استهلاك 5% من القدرة على التحمل على الفور لتحفيز هذا التأثير. يمكنك تركيب أثاث رئيسي واحد فقط على متن السفينة. كويس. طيب جهزنا مدفعية. الله 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 الله. شاو 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 يا شيخ. هيه تولع. Captain, grab your spyglass so we can identify those French leechers. Lead the wind! Support! Lift the sails! لكن شوف السرعة الخارقة للسفينة يا جماعة. عندها 3 سرعات. سرعتها عالية جدا. توصل ل 15 تقريبا أو 12. لا لا ديدا. يغني يا جماعة. الخلف ما فيش من المدفعية يا جماعة، فلسفة المدفعية في الخلف.
خرجنا من الزون. اها هذه واحدة صح؟ يلا ضرب احسن بعد احسن بعد اضرب احسن كابتن هاي نقدر نقدر نديره شد شد لا غلط اي مبين حتى الحبال فيها تصويت ترى احسن احسن بقى شنو حصلنا 10 حبيب اوكي سلمة اكسب حبيب ليه لفوت الحبيب ولا شنو فرحانين قوي والله نهبنا على السفينة يا جماعة طيب هاي شنو هذا هي هاي كابتني لوك ذير از ذا شيب يا عيني عليك تعال الو المدفع هذا وين ماشي احسن بعد خلينا كل شيء ناخذ ذهب فقط السلفة فقط جميلة والله يا جماعة اللعبة والله لا ممتعة 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 مازال يا أخي مازال يعني حتى فيه ممكن إضافات زيادة بيعملوها هذا شنو هادو نوضحهم السفن هادو أوكي هاد هم أيضا سفن هادو نستطيع أن نغنمهم تعال قال هذه السفينة تقريبا قال عند مدفعية صح يلا هجموا 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 نعم Let's all cooperate. Go to the battle station. Weapons ready. We won't let them swim free. Hey. Captain, let us free fire. تعال اوه فجر السفينة Swim with the fishes. You will down. Time to board. Okay. هي كومبليتد كاتش ذا ويند
قال لك ريبورت برا، ابلغ البلاك سميث على المهمه. درناها المهم يا جماعه. احنا تحمسنا ومشينا نهاجموا في سفينه يعني. اوكي كويس، هذا شنو وضعها هي؟ كومباني فيشنج مشوار. تعال تعال. كاتا كابتني. ابونا، ذي ار كارينج ايفريثينج اواي. مش عارف انا السفن هذه شنو وضعها. اوه جماعه يلا واو شدناها ولا شكرا جميل. اعطيني السيلفر بس، ما نبيش حاجه ثانيه، سيلفر بس. طيب خلينا نمشي اول البلاك سميث نبلغوه. يلا يلا انطلق. استمتعت والله يا جماعه عندكم عليه، انا مستمتع حاليا منسجم. طبعا تقدر تلعب مع فريق معاك ينضم معاك اونلاين، تقريبا ثلاث اشخاص يستطيع يلعبوا مع بعض، وهذه مليحه يعني تكون اسطول يهاجموا مع بعضهم ويغنموا مع بعضهم، فجميل الفكره. خلينا ننزلوا هذا الحداد. يا صديقي اوكي لقد Those frogs buried you above a fight, eh? You did good, mate. Tales of your victory grow taller نعم. with every telling. نعم. Now you've impressed the other parts in Sinan. نعم. They're looking to deal with you. I've نعم. also got more jobs if you're up to it. Okay. جميل. Okay, تمام. تمام. مازال فيه مازال تقريبا مازال في مهمة تقريبا لي صح؟ مهمة ثانية يا شيخ، مهمة ثانية هذه. مهمة ثانية قام بإعطائها لنا. شنو هي المهمة إن شاء الله؟ يستغرق تصنيع أسلحة جديدة وقتا طويلا ويستهلك الكثير من الموارد، لكن العدو يحمل أسلحة جاهزة لتتمكن المناوشات التابعة لشركة بورد مش عارف شنو هي. لتتمكن المناوشات من سرقة أسلحتهم. طيب هذه بيعطيني عليها 540 المهمة هذه، كويس، وأشياء كثيرة في مدفع بيعطينا، وهذه أيضا مش عارف عدة أيضا تاع تصليح، وهذه تقريبا حركة متاع رقص ولا مش عارف شنو هي للشخصية، وهنا خريطة ومخطط. أوكي ديل. And even Skurlock shall hear of it. See, Kombani warships carry rare parts that I would pay well for. Sing the ships, and the sea will swallow those parts. You'll need to board the ships. طيب كويس. طيب يا جماعة خلينا نوقفوا إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في جزء ثاني، لأني لعبت المراحل المتقدمة شوي، يعني استثمرت الست ساعات هذوم في التجربة المغلقة، وإن شاء الله حنكمل باقي الأحداث في الفيديو الجاي إن شاء الله. وقبل ما ننهي ما تنسوش دعمنا بالاشتراك واللايك والنشر، وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة.